بيبدأ المسلسل بتوماس شيلبي وهو راكب على حصانه في مدينة برمنجهام، وبيجي راجل صيني معاه بنت صينية واللي بتكون ساحرة، وبيأمرها توماس انها تسحر الحصان بتاعه عشان يكسب السبق. وبيكون في الوقت ده توماس قاصد ان الناس تشوفه وهو بيعمل كده عشان يراهن على الحصان بتاعه. وبعد كده بيروح توماس المقر بتاع العصابة عشان يقابل اخوه الكبير ارثر، واللي بيكون متضايق جدا من توماس عشان خدعت البودرة اللي رشتها الساحرة على الحصان بتاعه عشان يكسب، وبيقول له لو الحصان كسب بجد هنزعل لانك ما خدتش الاذن من بيري كيمبر انك تنظم السباق. وبنعرف ان بيلي كيمبر ده يعتبر هو المسؤول القانوني عن تنظيم سباقات الحصانه في المدينه، ومش بس كده ده كمان عنده جيش من الرجاله والسلاح، وعشان كده حذره ارثر من اللعب مع الكبار. لكن توماس اعترض على كلامه وفهمه انه ما يتدخلش لانهم اتفقوا ان توماس هو المسؤول عن اداره شغل العيله بعد رجوعهم من الحرب. وبنروح بعد كده لفريدي سورن، وده واحد شغال في مصنع الفحم اللي في المدينه واقف بيدعو الناس للشوائيه. وبنرجع لتوماس وهو قاعد في حانه جارسون، وبيجي فريدي عشان يقعد معاه، وبنعرف انهم كانوا في الحرب مع بعض في فرنسا لكنهم بيكونوا مش متفاهمين مع بعض. وبيقول له فريدي انه سمع من واحد معرفه في مكتب البريد ان في الفتره اللي فاتت جات لهم رسائل من لندن من الوزير وينستون تشرشل نفسه عن سرقه حاجات تخص الدوله، وكان في قائمه بالاسماء اللي مشكوك فيها وكان منهم اسمي واسمك. ساعتها قال له توماس انه ما يعرفش حاجه عن السرقه دي. وبنشوف بعد كده العمه بولي وهي بتصوب مسدس على جون شيلبي وضربته، وبتقول له ان لسه المسدس بتاعه وكان في رصاص، واخو الصغير فين كان بيلعب بيه وكان هيضرب عليهم نار، وقالت له انه لو وعدها انه مش هينسى المسدس تاني مش هتقول لتوماس، وادت له المسدس. وبعد كده بيدخل توماس لعمته بولي الكنيسه لانها طلبته هناك، وقالت له اعترف لي انا سمعت ان في ضابط كبير جاي المدينه لكن ما اعرفش السبب وانا متاكد انك عارف. وقال لها توماس ان هو كمان سمع ان الضابط ده جاي بخصوص سرقه حاجات تخص الدوله. ولما سالته عن الحاجات دي قال لها انه كان باعت مجموعه من افراد العصابه عشان تسرق عجلات عربيات من المينا لناس كانت طالبهم، لكنهم سرقوا حاجات تانية بالغلط. وقال لها ان الحاجات اللي سرقوها كانت عباره عن اسلحه كتير وذخيره. واتصدمت العمه بولي وقالت له قول لي انك اتخلصت منه، لكنه قال لها انه محتفظ بيهم في مكان امان. وهنا اتضايقت جدا وعرفته ان الاسلحه دي لو اتقفشت عندهم هيتعدموا كلهم، وقالت له اتخلص منهم. وقال لها توماس تستنى عليه 3 ايام وهرميهم في مكان قريب من الشرطه عشان تشوف الاسلحه وما تشكش فيهم. بنروح بعد كده لايدا شيلبي وهي بتقابل فريدي سورن، وبنعرف انهم بيحبوا بعض ومتفقين يتجوزوا، لكن مأجلين الموضوع لانها خايفه من اخواتها ولانهم عارفين ان توماس مش هيوافق، وده لان فريدي شيوعي والشرطه دايما بتطرده. وبنشوف بعد كده بنت هوايه داخله حانه جيرسون، وبنعرف ان اسمها جريس، وبتقول لصاحب الحانه هاري انها جايه عشان وظيفه النادله اللي كانت معروضه في الاخبار. واتصدم صاحب الحانه لان البنت كانت جميله جدا وشكلها بنت ناس، وقال لها انت رايقه قوي ومش هتنفعي في الشغلانه دي، ورفض. لكنها قالت له انها اشتغلت في المجال قبل كده وغنت قدامه ونظفت المكان، وفرح جدا لما سمع صوتها الجميل وقرر انه يشغلها. وقال لها ان شرط الشغل هنا انها تكون حافظه اغاني كتير. وفي الوقت ده بيوصل المفتش كيمبل لقسم مدينه برمنجهام، وبيقول لهم خطاب عن الفساد اللي بيحصل في المدينه، وبيفهمهم انه جاي يغير كل ده، وختم كلامه وقال لهم ربنا يكون في عون كل اللي هيقف ضدنا. بعد كده بيكون ارثر في السينما معاه بنتين، وهجم عليه رجاله الشرطه وخدوا له المفتش كيمبل بعد ما ضربوه، لانهم كانوا فاكرين ان ارثر هو رئيس عصابه البيك بلندرز على اساس ان هو الاخ الاكبر. وتعرف عليه المفتش كيمبل وساله على موضوع السرقه وقال له انه شاكك فيهم، لكن ارثر قال له انه ما يعرفش حاجه عن السرقه دي، وصدقه كيمبل وقال له لو فعلا ما تعرفش حاجه يبقى تساعدني ان انا الاقي الحاجه اللي اتسرقت، والا احبسك انت وبقيت العصابه، وسابه يمشي. ونشوف بعد كده توماس وهو رايح يشتري زيزة كحول من الحانه، واول ما شاف جريس استغرب هو كمان ان بنت زيها شغاله في حانه، وقال لها انت لو مش فتاه ليل يبقى ده مش مكانك، وخد الازازه وراح بسرعه عشان يديها لاخوه ارثر واللي كان متصاب ومضروب، وقال له ارثر ان الظابط جاي بخصوص سرقه حاجات تخص الدوله وطالب مننا نتعاون معاه. وهنا توماس راح لرجالته وفهمهم انه غير رايه وانه مش هيرمي الاسلحه في مكان قريب من الشرطه زي ما قال لعمته بولي، وحذره واحد منهم ان الشرطه محضره جيش كامل عشان يجيبوا الاسلحه دي، لكن توماس قال له انه عارف هو بيعمل ايه. نروح للمفتش كيمبل المتحف اللي هو فيه، لكن بنتفاجئ بجريس البنت النادله وهي واقفه معاه، وهنا بنعرف انه مجندها عشان تجيب له كل الاخبار بتاعت عصابه البيك بلندرز والشيوعيين. وبتقول له جريس انها شاكه ان توماس هو رئيس العصابه مش ارثر، لكنها قالت له انهم دايما مشغولين وان هي شاكه ان الجيش الايرلندي هو اللي معاه الاسلحه، لكنه اعترض على كلامها وامرها تكمل مراقبتها للعصابه. وبنرجع لتوماس وهو ارثر داخل عليه المكتب ومتعصب، وبيقول له ان الحصان كسب وبكده احنا هنبقى في حرب مع بيلي كيمبر، وبيقول له توماس ايوه بدات الحرب، وفهمه ان الناس اللي هتراهن على الحصان المره اللي جايه هتبقى اكتر وساعتها هيكسب تاني، وفي المره الثالثه المدينه كلها هتبقى عاوزه تراهن على الحصان وساعتها هيخسر وهنكسب احنا فلوسهم كلها. وقال له فكر في الموضوع وسابه ومشي. وتاني يوم بيروح توماس واخواته لواحد صاحبه، بيكون صاحبه ده شغال مع عيله غجريه برضه واسمها عائله ليه،
ومش بيكون في بين العيلتين تفاهم، وبيحاولوا يستفزوا عائلة شيلبي، وبالفعل الاخوات التلاتة بيضربوهم، وبكده تكون بدأت العداوة اللي بين العيلتين. وفي الوقت ده بتكون الشرطة بأوامر من المفتش كيمبل بتقتحم البيوت اللي في المدينة على امل انها تكتشف اي حاجة عن الاسلحة او مع مين. وبتكون في الوقت ده ايدا في بيت فريدي علشان كانت بايتة معاه، وقدر فريدي انه يهربها، لكن رئيس الشرطة شاف روجيت الدكتور في الشقة عند فريدي لحبوب منع الحمل ومكتوب عليها اسم ايدا شيلبي، ومش بيلاقوا اي حاجة عن الاسلحة. فاول ما بيوصل توماس واخواته بيتصدموا من اللي حصل، وبتقول لهم العمة بولي ان الشرطة فهمت الناس ان عصابة البيك بلندرز موافقة على اللي حصل، ورغم ان المفروض ان معظم الحانات بتدفع لهم عشان الحماية، الا ان الشرطة كسرت معظم الحانات اللي بتدفع للعصابة. وقالت لهم العمة بولي يطلعوا يظهروا للناس عشان يفهموهم انهم مسيطرين على الموقف. وقالت لتوماس ان الضابط عارف ان هو الزعيم وطالب يقابله، لكن توماس رفض انه يروح يقابله، وقال لها انا مش هتفاوض معاه الا وانا في مركز قوة. وامر توماس الناس كلها انها تجيب صورة الملك علشان احرقها، وبعت لواحد من الصحفيين علشان يجي ويسجل الواقع. واول ما حضر الصحفي قال له توماس انهم بيحرقوا صورة الملك مش علشان هم ضد الملك، لكن عشان هم بيحتاجوا على التصرف اللي عملته الشرطة معهم، رغم ان كل اللي موجودين هنا كانوا بيحاربوا باسم الملك في فرنسا. وساعتها جه تليفون للمفتش كيمبل من وزيرة تشرشل بيقول له فيه عن الناس اللي حرقت صورة الملك بسبب تصرفه الهمجي معهم، وحذره من انه يتصرف معهم اي تصرف متهور تاني. ولما سأل كيمبل عن الشخص اللي قدم البلاغ، قال الوزير انه واحد حاصل على وسام في الحرب واسمه توماس شيلبي، وقفل السكة في وشه. وساعتها المفتش كيمبل كان هيتجنن. وبنرجع للعمة بولي وهي قاعدة مع ايدا، وساعتها ايدا اعترفت لها انها حامل في شهرين. ولما سألتها العمة بولي عن ابو الولد، قالت لها ايضا انه شخص كويس لكنها رفضت تقول اسمه. بنشوف بعد كده توماس وهو بيمشي في الشارع مع الحصان بتاعه، لكن بيوقف واحد من رجالته وبيقول ان عائلة ليه بعتت رصاصة عليها اسمه، وده معناه انهم ناويين يقتلوه. وخد توماس الرصاصة وكمل مشي، لكنه قابل جريس صدفة قدام الحانة. وساعتها جريس طلبت منه يسمح بالغنى في الحانة لانه كان منع الغنى، وهنا قال لها توماس انها شبه البنات الاغنياء اللي بيجوا يتفرجوا على سباق الحصينة، وعرض عليها انه يديها فلوس عشان تشتري ليها فستان جميل، وقال لها انه هياخدها معاه للسباق اللي جاي. وبيروح بعد كده للعمة بولي، واول ما شافته قالت له ان ايدا حامل، وساعتها اتعصب توماس وراح بسرعة لايدا السينما وسألها مين ابو الواد، وقالت له ايدا انه فريدي سورن، وهنا سابها توماس ومشي. وراح للعمة بولي واللي كانت متعصبة منه، وقالت له ان الحصان خسر وانهم كسبوا فلوس كتير، لكنهم كده بقوا اعداء لبيلي كيمبر. وقال لها توماس كالعادة انا عارف انا بعمل ايه. واتضايقت منه العمة بولي وقالت له انه مشغول بالسيطرة على العالم، وفهمته انه ما يتدخلش في حوار ايدا بالعنف وانها هتحل الحوار ده بطريقتها الاول. وقال لها توماس انه هيسيب لها الحوار ده لكنه هيتصرف بطريقته لو هي ما عرفتش تحل الموضوع ده بالعقل. روح بعد كده توماس عشان يقابل المفتش كيمبل في مطعم، وقال له توماس انه وافق على مقابلته لانه راجل اعمال وعاوز اعماله تكون ناجحه، وطالما المدينه بتمر بالسلام يبقى اعماله هتفضل ناجحه. وقال المفتش كيمبل يبقى احنا متفقين. وهنا طلع كيمبل الروجيتا اللي لقاها الضابط لايدا في شقه فريدي، وقال له يا اختك بتعمل علاقات مع الشوايين، ورد عليه توماس وقال انا اتصرفت خلاص مع اختي في الحوار ده، لكن المفتش قال له انه مطلوب منه يقبض على فريدي سورن. واعترض توماس على كلامه وقال له اعتبر حوار فريدي خلص لانه مش هيرجع المدينه تاني، وانا هخليه اول شرط في اتفاقنا. وهنا ساله المفتش كيمبل وقال له اتفاق ايه بالظبط. ساعتها قال له توماس اول حاجه مفيش حد منكم هيهجم على مكاننا تاني، ولا هيبقى في تكسير للحانات. وقال له انه ناوي يوسع نشاطه في السبات وهيشتغل في تنظيم السبات بشكل قانوني مع بيلي كيمبر، وطلب منه يكلم مامور الشرطه ويعرفه انه ما يتدخلش في اي حاجه وهيعملها بعد كده. ولما ساله كيمبل وقال له ايه المقابل، قال له توماس ان عنده الاسلحه اللي بيدور عليها، وفهموا انه اي ناس هو بيثق فيهم انه لو اتقبض عليه لاي سبب الاسلحه دي هتتشحن وهتتبعت للجيش الحكومي الايرلندي، وساعتها اكيد هيعرف الوزير تشرشل ومش هيكتفي في فصل كامبل من شغله. وقال له انت كده كده مش ناقص بعد حوار حرق صور الملك. ووعدوا انه اول ما يوصل التوسع اللي هو عاوزه مع بيلي كيمبر هيقول له مكان الاسلحه فين، وساعتها هيبان كيمبل بطل وقال له مش بعيد تاخد وسام عشان هتبقى انت اللي انقذت الموقف. واضطر المفتش كيمبل انه يوافق لانه فاهم انه ما عندوش حل تاني. وبيروح بعد كده توماس عشان يقعد مع اخواته في الحانه، لكن فجاه بيدخل الحانه بيلي كيمبل ومعاه رجاله وسلاح، وبيقول انه بيدور على توماس شيلبي، والناس كلها خافت. ساعتها توماس طلع هو واخواته وقال للناس كلها تطلع بره، وقعد وقال لبيلي كيمبر احنا عائله شيلبي، وقال له كيمبر انا سمعت انكم عصابه وقلت وماله، لكن انتم خنتوني وفهمت انكم مجرد نصابين. وتعصب عليهم وقال لهم انا بيلي كيمبر وانا هنا اللي بدير السباق، وانتم نظمتم سباق بدون علمي وعشان كده قتلكم دلوقتي بدم بارد. وتوماس هنا قام وحدف له الرصاصه اللي بعتتها عائله ليه اللي مكتوب عليها اسمه، وقال لبيلي كيمبر انا وانت اعداء لنفس العيله، وانا سمعت انهم بيسرقوا الفلوس في اماكن الرهانات بتاعتك ورجالتك مش عارفه تسيطر عليهم، لكن انا ممكن اخلصك منهم نهائي واحملك فلوسك، وفي المقابل هنشتغل مع بعض في السباق ومش هخليك تخسر فلوس تاني بسبب السرقه. وعرفوا توماس انه معجب بيه جدا
لانه بدا حياته من الصفر، وقال له انه يتشرف جدا بالشغل معاه. وافق كيمبر على العرض واتفقوا انهم يتقابلوا تاني عشان يتفقوا على التفاصيل. وهنا فهم اخواته ليه توماس اختار انه يتخانق مع عائله لي، وعرفوا ان توماس ما بيعملش حاجه الا هو مخطط لها كويس جدا ودارسها بعدها. ورغم ان توماس وعد المفتش كيمبر ان فريدي مش هيرجع المدينه تاني الا انه رجع وتقدم لجواز ايدا. ولما قالت له ايدا يلا نخرج من المدينه، قال لها فريدي انه مش هيخرج من المدينه وانه قرر يعيش معاها هنا. واتضايق توماس لما عرف اللي حصل، ورغم انه كان رافض جواز ايدا من فريدي، لكن العمه بولي حاولت تقنعه وقالت له انها هتعمل مع فريدي محاوله اخيره وهتحاول تقنعه يمشي وياخد ايدا معاه. وراحت لفريدي وادت له فلوس وفهمته ان توماس مش هيسكت على وجودك في المدينه، لان وجود شيوعي في العيله هيضر شغلنا. وقالت له انها حجزت لهم تذكرتين لامريكا، وحاولت ايدا انها تقنعه بالسفر، وقال لهم فريدي يسيبوه يفكر في الموضوع. وراح توماس لارثر في الكنيسه لان ارثر كان متضايق، وقال له انه حاسس انه ملوش لازمه لانه مش عارف اي حاجه من اللي بتحصل حواليه، ولا عن السرقه اللي ساله عنها المفتش كيمبل، ولا عن جواز ايدا بفريدي، وبيعرف كل ده صدفه زي اي حد من الناس وكانه مش فرد من العيله. ساعتها توماس قال له كل حاجه عن موضوع سرقه الاسلحه وعرفه انها معاهم، ولان ارثر كان نفسه يبقى صاحب حانه من ايام الحرب، فخدوا توماس وراحوا عشان يشتروا له الحانه بتاعت هاري. وبعد كده راح توماس عشان يقابل فريدي، لكن فريدي صوب عليه المسدس واداله تذكرتين السفر والفلوس اللي اديتهم له العمه بولي، وقال له انه مش هيسافر. وساعتها توماس صوب عليه المسدس هو كمان وفهمه انه مش هيسيب اخته تتبهدل مع واحد شيوعي والحكومه كل شويه بتطرده، وقال له ان هو استغل ايدا عشان يبقى واحد من العيله عشان يوفروا له الحمايه. لكن فريدي اعترض على كلامه وقال له انه مش فارق معاه عائله ايدا وانه بيحبها بجد. وساعتها قال له توماس ان الجواز ده مش هيستمر وسابه ومشى. وراح للعمه بولي اداها الفلوس اللي اديتها لفريدي وقال لها من دلوقتي انا هتصرف في الحوار ده بطريقتي. جه يوم السباق وراح توماس عشان ياخد جريس بالعربيه للحفله اللي عاملها كيمبل، وفي الوقت ده بيكون ارثر وجون وبقيه العصابه بيضربوا عائله لي وهي بتسرق من فلوس بيلي كيمبل في مكان الرهانات. ولما بيكون توماس في الحفله بيجي له ارثر ومعاه كل الفلوس اللي سرقوها عائله لي من كيمبل، ودخل توماس على ترابيزه كيمبل بشنط الفلوس وقال له احنا استردنا كل الفلوس اللي اتسرقت منك النهارده، وقال له لو قررت انك تتفق معانا احنا للحمايه هنوفر عليك فلوس كتير. وافق كيمبر بالعرض واتفقوا على الشغل مع بعض، وخد توماس جريس ومشي. وتاني يوم استغلوا عائله ليه غاب عائله شيلبي عن مكانه وهجموا على المكان وسرقوا كل الفلوس اللي هناك وكسروا كل حاجه. واول ما عرف توماس واخواته كانوا هيتجننوا، وراح توماس عشان يقابل كبيره عائله ليه مع صديقه اللي شغال معاهم. واول ما دخل ادت له كبيره عائله ليه الانجيل وقالت له احلف عليه انك مش هتكذب، لكن توماس رفض وقال انه مش مؤمن بيه وانه كده كده مش ناوي يكذب. وادالها رصاصه مكتوب عليها اسم كيمبر وقال لها انه ناوي يخونه. واستغربت كبيره العيله وقالت له انا كنت فاكر انكم حلفاء، لكنه قال لها انه ناوي يخونه وانه محتاج عائله ليه عشان تشتغل معاه ويبقوا من رجالته. وهنا قالت له انت جاي تقول لي انك عاوز تخون حليفك وعاوز نثق فيك؟ وقال لها توماس انت قربت من ناحيه امي وانا جاي هنا عشان نتكلم في امور عائليه ونبقى عيله واحده. وعرض عليها انها تختار بنت من عيلتها عشان تتجوز اخو جون، وبتوافق كبيرة العيلة لأن الجواز ده في عرفهم هيمنع الخلاف اللي بينهم للأبد. وبيروح بعد كده توماس عشان يقابل مفتش كيمبل وبيقول له إنه هيديه عنوان أكبر شيوعي في البلد واسمه ستانلي تشابمان، وفي المقابل يشيل فريدي سورن من دماغه. وتردد المفتش كيمبل في البداية، لكن توماس أقنعه إن تشابمان سمكة أكبر من فريدي بكتير وهيبقى سهل إنه يصطاده بمجرد ما هيديله العنوان. واقتنع المفتش ووعد توماس إنه هيسيب فريدي في حاله. وراح بعد كده المفتش للعنوان وقبض على تشابمان فعلا بسهولة. وبيروح بعد كده بيلي كيمبل عشان يزور توماس في المقر بتاعه وبيديله شهادة موثقة بتنظيم السباقات قانونيًا. وبيحتفل توماس وبقية العصابة برخصة الرهانات القانونية وبإنهم بقى ليهم مضمار سباق خاص بيهم ولأول مرة هيبقى ليهم الحق في تنظيم السباقات بشكل قانوني. وبعد كده بياخد توماس جريس للكنيسة وبيقول لها إنه مرحب بيها كفرد من العصابة وإنه دلوقتي هيقدر يشتغل بشكل قانوني وعاوزها تبقى السكرتيرة الخاصة بيه. ولما سألته عن السبب قال لها إنه مهتم بيها وبسها. وساعتها ما كانش قدام جريس غير إنها توافق، لأنها رغم إنها المفروض إنها تتجسس عليه إلا إنها هي كمان كانت معجبة بيه. وتاني يوم بياخد توماس أخو جون وبقى افراد العصابه لعائله لي عشان يتمموا الجواز، ورغم ان جون ما كانش موافق في الاول الا انه اول ما شاف العروسه عجبته. وبتحضر ايدا اخته وباقي العيله وبيحتفلوا كلهم بجواز جون وبالتحالف اللي بينهم وبين عائله لي للابد. لكن المفاجاه ان اخته ايدا جه ميعاد ولادتها يوم الفرح وروحوا كلهم عشان تولد في البيت. وقرر توماس انه يسمح لفريدي بانه يحضر الولاده وبعت له عشان يجي. واول ما بيعرف فريدي الخبر بيجي جري وبيحضر فعلا وبيشيل ابنه على ايده.
لكن فجأة بتقتحم الشرطة البيت وبيقبضوا عليه وبتزعل أيدا وكل الموجودين، وبتروح العمة بول لتوماس وبتتعصب عليه عشان افتكرت ان هو اللي بلغ عنه الشرطة. لكن طبعا اللي بلغ عنه فعلا اول ما عرف الخبر هي جريس، وبيكون ساعتها توماس مصدوم من اللي بيحصل. وبنروح بعد كده لجريس وهي بتجري حسابات واعمال العيلة في الحانة مع أرثر، وبتحاول تجرجر أرثر في الكلام وبتسأله عن حاجات هي مش فاهمها في الحسابات، وبتقول انا مكتوب عندي هنا اننا بنبعت كل شهر فلوس لشخص المفروض انه مات. وقال لها أرثر انهم زيفوا موتوا، وهنا قالت له جريس بس انا حضرت الجنازة، وسألته امال مين اللي مدفون مكانه. وقال لها أرثر ما تتدخلش في الحاجات دي وسابها ومشي. وراحت جريس بعد كده عشان تشوف القبر، وساعتها فهمت الاسلحة موجودة فين، وبتبلغ المفتش كيمبل بمكان الاسلحة، وبيروح بعد كده للقبر وفعلا بيلاقي الاسلحة هناك، وبيحضن جريس من الفرحة وبيطلع خاتم وبيطلب منها الجواز. لكن جريس بترفض وبتقول انه يستحق حد احسن منها، وبيتضايق كيمبل جدا وبيقول لها كل ده عشان خاطر الهمج راجل العصابات اللي اسمه توماس. وبترد عليه جريس وبتقول انا كده مهمتي انتهت واستقالتي هتوصلك لحد عندك، وبتسيبه وبتمشي. وبتروح بعد كده الشرطه بقياده المفتش كيمبل عشان تقبض على توماس، لكن جريس بتقدر انها تهربه وبتاخده معاها البيت. وبيدخل المفتش ورجاله الشرطه الحانه عشان يقبضوا على توماس هناك، لكنهم مش بيلاقوه. وبيستسلم المفتش كيمبل وبيقرر انه يلغي عمليه القبض على توماس، وبيكتفي بانه اخيرا قدر يلاقي الاسلحه اللي الشرطه كلها كانت بتدور عليها. وبنرجع لتوماس وهو قاعد في بيت جريس واللي بيقضوا يوم حلو مع بعض. وتاني يوم بيروح توماس لأرثر وبيديله كارت مكتوب عليه شركه شيلبي المحدوده وعليه اسامي الاخوات الثلاثه توماس وأرثر وجون، وقال له انهم شركاء في الشركه زي بعض وكل واحد فيهم ليه التلت من الارباح. وبيفرح أرثر بالخبر ده جدا. وبتروح بعد كده العمه بولي وبتتكلم مع ايدا، ولان ايدا ما كانتش بتكلم توماس لانها فاكره ان هو اللي بلغ عن جوزها فريدي، فكانت العمه بولي بتحاول تهدي ما بينهم، وبتقول لها انها عرفت ان مش توماس هو اللي بلغ عنه، والدليل على كده ان توماس قرر انه يهرب فريدي من السجن علشان الشرطه خلفت في وعدها معاه. بتفرح ايدا بالخبر وبتطلع هي وابنها لتوماس وهو مجتمع بكل افراد العصابه عشان قرر انه يخلص من بيلي كيمبر النهارده وهياخد مكانه. وبتقول لهم ايدا انها هتسمي ابنها كارل على اسم الشيوعي المشهور كارل ماركس، وبيفرحوا كلهم وبتشكر ايدا توماس وبتحضنه. وبنشوف بعد كده فريدي وهو في عربيه الترحيلات عشان هيترحل على السجن، وراكب معاه عسكري وبيقول انه بعت له السلام من عصابه البيكي بلندرز، وفهمه ان في حد هيجي دلوقتي من العصابه عشان يهربه وفكله الكلبشات. بنتفاجئ بواحد من العصابه اسمه داني بيقف قدام عربيه الترحيلات اللي فيها فريدي وبيضرب عليهم نار وبيقدر انه يحرر فريدي. وبعد كده بيدخل توماس وجريس الاوضه اللي في الحانه وبيقول لها انه بيحبها وانه خلاص شغله هيبقى قانوني وانه عاوز يعيش معاها بقيه حياته. لكن فجاه بيدخل عليه واحد وبيقول له ان بيلي كيمبر عارف بخيانته ليه وجايب رجاله وسلاح وقرر انه يخلص منهم وجايين كلهم على هنا. وبيتصدم توماس لانه ما كانش معرف حد غير افراد العصابه عن خيانته لبيلي كيمبر، وبتقول له العمه بولي ان جريس كمان كانت عارفه. وهنا بنعرف ان دي اخر معلومه قالتها جريس للشرطه، والمفتش كيمبل هو اللي بلغ بيلي كيمبر. وبتقول له العمه بولي انها اتاكد من الموضوع ده بنفسها وراحت علشان تقابل جريس في الحانه. واول ما قالت لجريس انها شاكه فيها طلعت جريس المسدس وهددت العمه بولي، لكن العمه بولي قالت لها انها مش خايفه منها. وقعدوا واتكلموا مع بعض وحكت لها جريس على كل حاجه، ومن طريق كلام جريس فهمت العمه بولي انها حبت توماس، لكنها قالت لها ان عمرها ما هتوافق بيها كفرد من العيله، وفهمتها انها هتقول لتوماس وانها لو ما خرجتش من البلد كلها توماس ممكن يقتلها، وهددتها ان هو لو ما قتلهاش فساعتها هي اللي هتقتلها بنفسها. وفي الوقت ده توماس وبقيه العصابه كانوا بيجهزوا للحرب اللي بينهم وبين كيمبر، وقال له جون ان الشرطه انسحبت من المدينه كلها، وفهم توماس ساعتها ان الشرطه هي اللي بلغت عنه لكيمبر. بيكون في الوقت ده المفتش كيمبل بيفهم مامور الاسم ان محدش يتدخل في حرب العصابات عشان هو قرر يخلص من توماس عن طريق بيلي كيمبر. بيوصل كيمبر ورجالته وبيقابلهم عصابه البيكي بلندرز بالاسلحه، وبيحضر معاهم فريدي هو كمان. وفي الوقت اللي كانت العصابات هتضرب النار على بعض فيه بتيجي ايدا ومعاها ابنها وبتقف وسطهم وبتحاول تستعطفهم، وبتقول لهم انها لابسه الاسود علشان الناس اللي هتموت في الحرب دي، وقالت لهم انهم حتى لو قرروا يبداوا الحرب فهي مش هتتحرك من مكانها. وبيقول لهم كيمبر انها عندها حق وان مفيش داعي ابدا ان كل الناس دي تموت وان الشخص الوحيد اللي لازم يموت هنا هو توماس. طلع مسدسه وضرب نار على توماس وضرب نار على داني هو كمان. ساعتها كلهم اتصدموا لكن بيتفاجئوا بتوماس وهو بيضرب كيمبر بالنار، وقال لرجاله كيمبر ان الحرب دي بيني وبينه وانا اللي كسبت، وامرهم انهم يروحوا بيوتهم وان مفيش حد هيكلمهم. وبياخدوا توماس عشان يطلعوا له الرصاصه وبيفرحوا كلهم لانهم كسبوا الحرب، لكنهم بيكونوا زعلانين علشان داني مات. بيدخل المامور على المفتش كيمبل عشان يقولوا ان فريدي هرب من السجن وان توماس هو اللي كسب، وعرفوا ان بيلي كيمبر مات. وطبعا لاننا سحبنا كل رجاله الشرطه من الشارع فبالتالي مفيش حد شاهد على اللي حصل، وعلشان كده مش هنقدر نقبض على توماس. واتضايق المفتش جدا لما سمع اللي حصل. بيكون توماس في الوقت ده بيحتفل بنجاحهم في الحرب ضد كيمبر، وبكده تكون عصابه البيكي بلندرز هي الشركه الوحيده القانونيه اللي لها الحق في اداره
تنظيم السباقات في المدينة. كده يكون انتهى الموسم الاول من المسلسل، ويا رب يكون عجبكم. اللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الافلام اشترك وفعل الجرس.